وزير تجارة تجي لدارنا وتعايرنا، والله ما نفسكتي لك تحنا. لكننا اليوم النواب ما هوش فرحانين بيك، وقد خيبت ظننا فيك وللأسف الشديد. الكثير الكثير اللي كانوا يزايدوا عنا في الوطنية وممكن هنا في هذا المنبر راهم الآن في السجون، بيتوهم تاع فساد ونهب مال العام. السيد الوزير، أتيتك من ولاية الأغواط، نسقي الزرعة ونحلب الزرعة ونخدم الأرض، نكرم الضيف ولا نقبل بالحيف ولا نرضى بالدنية في ديننا وعرضنا. سيد الوزير، نحن رعاة من الرعاة، صناع اللحى التاريخي والحضارة والمستقبل. وزير تجارة صاحبي، وراك رايح؟ او حبس الفرفرة، ضبط الفرفرة تاعك، ماكش مثل روحك، وراك رايح سي محمد؟ يوم الامتحان يكرم المرء او يهان، والمشهد السائد داخل قبة البرلمان شد ومد بين النواب وعدد من الوزراء، حركة كبيرة ومداخلات متعددة من المنتخبين بالمجلس الشعبي الوطني في الجلسات الأخيرة، حملة انتقاد واسعة لعدد من أعضاء الحكومة حول برنامجهم ونجاعتهم طارة، أو حول طريقتهم في الكلام والوقت المستغرق من الوزراء للرد على أسئلتهم طارة أخرى. فهل يا ترى هي بداية استعادة المجلس لدوره الرئيسي في متابعة أعمال المسؤولين والوزراء من أجل تشريع يخدم الشعب الذي انتخبهم والصالح العام وفق ما يتيحه لهم الدستور، أم هي تصفية حسابات مع أسماء معينة، أم هي ركوب لموجة غضب الرئيس عبد المجيد تبون على عدد من المسؤولين الذين يعيقون واقع التنمية في الوطن؟ هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.